بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم كل خير، أخباركم يا رب طيبين. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي بروتين يوم الجمعة. خلونا كذا نبدأ الروتين من يوم الخميس. تعودت علي أنه أنا أبدأ تنظيفات بيتي استعدادا لليوم الجمعة من يوم الخميس. أنا قاعد أصور لكم كذا يوم الخميس بالليل، هذا عشانه كنا نتعشى وقعدت كذا أضب الفطور وأشيله. اللي متابعاتني من قديم يعرفون أنه أنا ما أحب يوم الجمعة أشتغل في بيتي، علشان هذا اليوم يوم راح لي ويوم راح لزوجي، يعني هذا اليوم لنا خلاص راح فيه، فما أشتغل فيه حتى ما أطبخ فيه، فيكون يوم كذا نرتاح فيه أنا وياه، هو من تعب الشغل وأنا من تعب البيت. فقلت خلاص أنا متعودة كذا من تزوجت، يوم الخميس أخلص كل أشغال البيت ويوم الجمعة أقعد أسوي الفطور بس، قهوة حلا نطلع نغير جو. فيوم الجمعة يوم متنفس لي وله، وأنتم كمان خلوا الحاجة هذه عادة عندكم أنكم تخلصون أشغالكم بعد العشاء يوم الخميس بالليل، تقومين تخلصين أشغالك، عندك تكنيس عندك ترتيب تخلصينه. زي ما شفتوا أنا قطعت كل بقايا الخبز في صحن، بوريكم بإذن الله تعالى بكرة إيش راح أسوي فيها وبتكلم عن الفكرة هذه. هنا جيت بغير مفرش الطاولة، هذا يا بنات سيف شبيه ديتول يجنن، ما أجيب إلا هو، بالحيل حلو بس مع الأسف نادر إنه ألقاه. مسحت مفرش الطاولة كذا نظفته، والحين أبغى أطوي المفرش. المفرش هذا معي قديم قديم بالحيل، بدأ ينعدم، يعني حتى بدأ اللون يتغير، أحط عليه منظفات أحط عليه كلوركس ما أدري إيش، خلاص ما عاد ينفع استهلك زيادة. حطيت كذا مفرش جديد، تغيير يعني اليوم الجمعة تتغير العين، يعني تعودتوا علي أنه أنا كل خميس لازم أغير مفرش طاولة المطبخ. قصيت كمان النبتة الصفرة هذه، خلاص رتبت الطاولة كذا، والحين أبغى أنتقل علشان أسوي الطاولة. أبغى أشيل كل الأغراض اللي على الطاولة المتسخة، الأغراض اللي كذا فيها حوسة على الطاولة. ضبطت الرخامة كلها، يعني الأشغال المعتادة اللي كل راعية بيت تسويها. تقولوا لي يا أم سارة صوري روتينات كثير، ما في شيء بروتيناتي مميز، بس أنه يعني أشارككم فيها بناء على طلبكم، فهمتوني؟ هنا لقيت عندي باقي شوية من كلوركس منظف المطبخ، كنت خليني أخلص وأرمي العلبة خلاص، لأني أنا جبت دروب كلين وبس ما أخذ مساحة عندي بالدرج صراحة كلوركس. جيت هنا على ركن الشاي والقهوة أبغى أرطبه، أبغى أمسح، هو تحت نظيف صراحة بس تشيكة، يعني كذا لما أنت تشيكين على اللي عندك خلاص تطمنين أنه كل حاجة عندك نظيفة، كل حاجة عندك مرتبة، وما تخافين من انه بكره انظف، بكره عندي متراكمات. انا والله بيتي ما ابو اي حاجه متسخه ولا في نكش عندي الا بغرفه ساره، ومي حوسه بعد لا، بس هي الخزائن يبغى لها ترتيب، بس استنى طلبيتي من شيئين علشان ابغى افرق ملابس الصيف عن الشتاء، وقلت خلاص من مره عاد بس توصل الطلب ان شاء الله. نظفت كذا الركن كامل ومسحت تحته ورجعت كل حاجه مكانها، كمان لمعت الطاولات كلها، امشي بالترتيب من اول الطاوله لاخرها، ارتب تحت الاغراض، ارتب تحت العلب عشان كل حاجه تكون نظيفه. يعني جيت كذا حطيت الدعاسات حقات المطبخ، حطيت معاهم شويه منعم شويه تايد، بس شغلت الغساله على ما اشوف لي انا شغله ثانيه. يعني الغسيل صراحه انا عندي اغسله يوم الجمعه، علشان اكون صادقه معاكم الغسيل غالبا الجمعه انا اغسله، لان الغسيل ما مو شيء متعب، الغساله هي اوتوماتيك هي تغسل وبس تشرين الملابس، ولا تصفيط الملابس ثاني يوم اللي هو السبت، لكن يوم الجمعة غالبا أنا غسل الملابس. كمان لمعت المغاسل، دورات المياه الله يكرمكم، أنا ما أحب أصور تنظيفها بس أوريكم لمعت المغسلة، عشان بوريكم هنا هذه الفوطة من كلوريكس يا بنات تجنن تجنن. السفنجة هذه خذيتها بخمسة ريال وقاعد أوريكم الحين، حيل حلوة وتعقم، يعني برجع أجيبها مرة ثانية. كمان دخلت على الغبرة أبغى أمسحها، الغبرة أنا عندي يومين بالأسبوع،
شلت كل الأشياء، هذا ركن الخياطة عندي، كمان شلت الأغراض اللي عليه. قلت لي أم سارة سوي جولة في هذا الركن إيش حاطة فيه، بإذن الله تعالى إن شاء الله بنسوي فيها بإذن الله. كمان لمعت الدرج، هذا الدرج مرة أحبه على أنه متجرح كثير وكذا منتهي، بس حيل أحب الأشياء العتيقة كذا أحس فيها بحنين. هنا كمان مسحت الطاولة، كل الغبار حق البيت مسحته صراحة علشان خلاص يوم الجمعة أطمن أنه بيته كله نظيف. وهذا كتاب الطبخ حق صارونة رجعته مكانه. كمان رجعت على الطاولات لمعتها كلها، أحسن حاجة لما تشوفين كل شيء نظيف ومتلمع وكل حاجة تفتح النفس يعني. خلاص كذا أشرب كاسة مية وبعدين بإذن الله تعالى بتوجه لفراشي علشان أنا قبل ما أنام صح كنست البيت ورحت فراشي كذا، هذه أنا نايمة وهذه صارونتي بسم الله عليها نايمة وكذا. أقولكم تصبحون على خير وبإذن الله تعالى بيوم جديد إن شاء الله اللي هو يوم الجمعة. طبعا انا صحيت الساعة 8:30 يوم الجمعة، سارونا صحت معي لانها نامت بدري، مشطتها وغيرت لها كذا وبديت اغسل الغسيل. عندي بس 3 لفات بس، حطيت هنا المنعم، حطيت الورق حق شي ان اللي يعزل الالوان عن بعض، حطيت معطر وحطيت الصابون، وبعدين دخلت المطبخ. طبعا كل حاجة نظيفة زي ما شفتوا، بعض الاشياء الخفيفة اللي ابغى اسويها يعني ما عندي ذاك الشغل. جيت هنا أبغى أوريكم حاجة أنا كنت ماخذتها من جولي شيك. أول ما وريتكم إياها يمكن ساكنة بالقصيم أول، قلتوا لي يا سارة مي كويسة، أنا إلى اليوم أستخدمها، إلى اليوم أنا أستخدمها. تخيلوا لها قرابة 4 سنين عندي والله العظيم على شكلها. الحين تشوفونها اللي هي الممسحة اللي تتعبى مي، حيل حلوة يا بنات. أحط فيها ديتول اللي هو من سيف وأحط فيها شوية معطر. هذا الصندوق حق المي عبيته كذا، هذا اسمه لاينا يا بنات، مرة حلو، أو لينا ماني عارفة، مرة ممتاز وريحته حلوة. حطيت كذا بالعلبة، والحين هذه كنت غسلتها أنا بالليل ونشفت خلاص، رجعتها مكانها نظيفة وبس أحط صندوق المي ويا سلام آخر نظافة. قلت أبغى أسوي الشاي ورجعت المنظفات مكانها، وأبغى أسوي الحين الفطور. لما أخلص الفطور وأبغى كمان أسوي حلا أمسح الأرضية بس حقت المطبخ، البيت كله ممسوح بس الأرضية قلت خلها آخر شيء. أبغى أسوي اليوم أكلة بالبطاطا على الفطور، على أساس إني اليوم أسوي الفلافل معاكم، بس نسيت أنقع الحمص. بإذن الله تعالى بسوي فيديو منفصل إن شاء الله. هنا بسوي معاكم أكلة، هذه الأكلة مرة خفيفة وحلوة، جربوها ونزلتها قبل بالإنستغرام وحلوة للفطور. أول حاجة تقشرين البطاطا كذا الكمية اللي تبغينها وتغسلينها. طبعا انا حطيت 3 حبات بطاطا، وبعدين جبت الجهاز حقي اللي من نايسر دايسر، قطعت البطاطا شرايح. الجهاز هذا ايدي اليمين بالمطبخ، قطع فيه السلطة، قطع فيه البطاطا، البصل، البندورة، الفلفل الرومي، اي حاجة قطعها فيه. قديم قديم معي، اتوقع من زواجي، مرة قديم معي، احنا بيطبق معي 9 سنين ما شاء الله زي الحلاوة عندي. شوفوا كيف قصصت البطاطا حلقات، شلت اللي مو نظيف البطاطا كذا، وابغى احطه بالجهاز وعلى السريع صراحه يخدمني بسرعه بسرعه اشتغل فيه. خلاص قطعتها حلقات كبيره نوعا ما. الحين بالقلايه الهوائيه، شوف الورق اللي حاطته جوا القلايه، هذا من شي ان، حيل عملي. لا تفوتوني يا بنات مشتريات شي ان، ترى داخلها اشياء مره مهمه مو بس ملابس. حطيته بالقلايه، قلايتي برنسس حيل حلوه. بسبوسه كريم اللي جبتها من ثلاجه النخبه وقلت لكم بجربها حلوة ولا لا. اليوم معانا سارونا، انتم تطلبون انه سارونا تطلع معاي بالفيديوهات. كيكة كيكة كيف ذا، هذه بسبوسة يا ماما ما هي كيكة. ابي اهل كيكة كيكة. طيب اول شيء تحطون الخليط، بعدين تضيفون نص ملعقة أو ملعقة صغيرة بيكنج باودر، شوية بعد خلاص. وبعد كذا ذاكرين إنه
ما ادري ملعقتين زبادي ولا علبه صغيره بزبادي. كوبين زبادي. طيب انا حطيت علبتين، اتوقع الكوب العلبه الصغيره تعادل كوب، فهمتوني؟ لانه يا لله المزيج. واو كيوت كيكه. نجرب يا ماما اليوم نشوف حلوه ولا لا، اذا حلوه نصير نجيب منها. انا صراحه رخيصه بستة اتوقع. ما نمشي عشان نغمر حتى ابدا. شوفوا المزيج كيف، خلاص احس كذا ممتازة يعني، شايفين؟ قولوا لي يا متابعاتي من مصر شو رايكم بسبوسة بريم، حلوة ولا لا؟ انا احب اهل مصر واحب اغراض اهل مصر فبجربها. ابغى ادهن الصينية. عادة الصينية تندهن زيت زبدة او سمنة اللي انت حابة البسبوسة تحديدا، بس انا صراحة احب ادهنها طحينية وتبقى للناس اذواق يعني. احب نكهة الطحينية مع البسبوسة. الطحينة اللي احنا نقولها طحينية اللي هي الطحينة هذه، تمام؟ دهن الأطراف كلها تعطي نكهة حلوة. واحدة من خواتي ما تحب نكهة الطحينية هذه بالحلويات، عكسي أنا أحبها صراحة بالحلا. طيب الحين أبغى أنزل بالخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. الصينية يا بنات وسط، يفطر الصينية معدن، بس أنا ما عندي صينية معدن متوسطة، فقلت عادي بايبس يعني. بدخلها الحين للفرن من تحت بس تتشقر الاطراف، بولع عليها من فوق. نعم ياد. طب انت ما اعطيتي ماما بوسه؟ هو ده اياد ما اياد. اسمعي، انت ما اعطيتيني بوسه كبير؟ كبير؟ ايه ابدا ابدا ابد ابدا 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 ابدا. ابغى بوسه كبيره كبيره. اعطيني بوسه. انت الحلويات والله، انت حلوياتي، انت حلويات ماما. يلا انزلي. وهذه الممسحة اللي تتذكرونها لمشيئن، ما شاء الله يا بنات حيل عملية، حطتها عندي ورا باب المطبخ، أي بقع على الأرض حسيت الفينيل منظيف على طول أمسحه. طبعا بيتي فينيل فرنسي 6 ملي، البعض يقول الفينيل مو حلو، بالعكس يا بنات مرة حلو، بس اهتمي فيه، الفينيل ما يبغى له أهمال، إذا أهملتي فيه أو كبيتي عليه مي مع الزوايا بيعفن عندك أكيد. فالبعض قال الفينيل مو حلو، الفينيل مو عملي، الفينيل ما أدري إيش، ممكن العوائل الكبيرة، ممكن اللي عندها خادمة ما تعتني فيه، ممكن اللي عندها أطفال يكبكبون ما تلحق تمسح وراهم، إيه مو حلو. لكن إذا أنت إيدك فيه والله العظيم عملي، وأنا على فكرة حطيته ببيتري بالقصيم أول ورجعت حطيته هنا، حاجة كذا نظيفة وتبل القلب ودافية بالشتاء وباردة بالصيف، مرة حلو ممتاز يعني. خلاص وأنا واقفة مسحت الأرض بهذه الممسحة، وعلى طول اغسل هذه الاسفنجة واعلقها ورا الباب، ارجع اعلق الممسح ورا الباب وخلاص، لا اجيب سطل ولا يحزنون. الحين بسوي معاكم الفطور بعد ما نظفت المطبخ، بس كان عندي تمسيح. شوحت بصلة بشوية زيت زيتون مع زيت ذرة، بس تتشقر البصلة مع الثوم، حطيت كمان شوية ثوم، انزل معاها فلفل رومي، حبة فلفل رومي وحبة بندورة كبيرة، اقلبهم مع بعض
لحدات ما تذبل البندورة شوي، وبعدين أحط ملي ملعقة صلصة تقلبينهم زين. جربوها يا بنات الأكل هذه للفطور حلوة. وبعد كذا حطيت نص مكعب ماجي، حطيت فلفل أسود، وخلاص أقلبهم زين لحدات ما أشوف أن البندورة طلعت ميتها وذبلت وصارت يعني لينة، وكمان الفلفل تغير لونه. بعد كذا أنزل بالبطاطا اللي أنا قليتها، فيك تقلينها بالزيت بس أنا لا، أحطها صراحة بالقلاية الهوائية أخف وأحسن يعني. وخلاص تقلبينهم مع بعض. ثاني يوم إذا أنت حابة تستخدمين البطاطا هذه إذا ما حد كلام منها كثير يعني، أنا أحط عليها ملعقة جبن سايل وألفها بالسندويشات، تطلع مرة لذيذة. ناكلها كذا مع كوب شاي، أو قاعد تحط معها بصل أخضر يعني. الحين أبغى أسلق بيض، طلعت 3 حبات. وهذا الخبز يا بنات اللي أنسلته معاكم، شوفوا قطعته كذا، أهو كان مقطع فتفيت الخبز حقة العشاء. هذا توست اللي أنا قص من التوست، شوفوا حاطته بكيس. وهذا الخبز أنا جمعه بكيس، أسوي منه فتوش، أسوي منه على وش الشوربة، أسوي منه كشك، يعني كذا أسوي منه أكلات، حرام ترمونه. الحين حطيت هذا الجهاز حق سلق البيض، وش بلاي يتلج حق سلق البيض البنات. الجهاز هذا يا بنات خذيته من الأسواق الحرة، حيل حلو، موجود كمان في نون. وهذه صينية الحلا أبغى أحط عليها، فيكم تحطون شيرة، أنا حطيت عليها نستلة وحطيت عليها حليب عادي، خلطتهم مع بعض وحطيتهم على الوجه، حيل حيل لذيذة يا بنات وطيبة بالمرة لذيذة. خلاص تخلطينها زين، تخففين النستلة شوي بالحليب، وتبدين توزعينها على وجه البسبوسة. صراحة طلعت مرة لذيذة، بس تبغون نصيحتي لا تحطون حليب مكثف، طلع مرة حلو بس ثاني يوم طلعت ناشفة شوي، لازم شيرة. فالأفضل تسوونها نفس البسبوسة المصرية، لا تغيرون عنها، حطوا عليها شيرة، هي حلوة. أنا بشتريها، الغلط مني أنا مو من البسبوسة يعني، حطوا عليها شيرة ألذ، حتى بهذه حلوة أول يوم يعني ما تضر، بس ثاني يوم لا، حسيت لو معها شيرة بتطلع ألذ، قريبة من البسبوسة الطازج، حلوة. بديت كذا أوزع الأغراض علشان الفطور اللي هو أكلنا يعني. حطيت صراحة حواضر، وهذه البطاطا خلاص جاهزة، حطيت البيض وملح وكمون، حطيت الشاي والخبز. سارة مصممة تذوق من هذه، فأنا أبغى أذوقها. تعالي ماما شوف شكلها كيف. بسم الله، ما ادري، خلوني انا اذوقها بعد. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. فظيعة 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 فظيعة. في واحدة كتبت لي بالتعليقات مرة انها جابتها وما عجبتها، راجعي حساباتك. مرة حلوة يا بنات، مرة لذيذة كذا، تاكلين بدون توقف. شفتوا، نلقى بدايل حلوة وبدايل رخيصة، نحمد الله سبحانه وتعالى على النعم، لا نعايب على نعمة الله ونقول هذا مو زين وأنا ما أشتري إلا غالي وأنا ما أشتري إلا ماركة، نحمد الله على النعم اللي إحنا فيها. خلاص غطيت وجه البسبوسة كذا علشان إحنا نبغى نفطر الحين. حابة أوريكم هنا فكرتين. الفكرة الأولى شوفوا، هذا بروستد كان زايد عندي بالثلاجة، تمام ما في شيء، بروستد دجاج والعادة، أحطه بصحن كذا وأحطه جنب الله يكرمكم سطل القمامة علشان الإبساس يعني تاكل منه. خلاص هنا عندي الفكرة الثانية، هذه الغلاية حقة البيض أو السلاقة اللي أستقبها البيض. البعض يقول يا أم سارة كيف تتخلصين من الملح اللي يتجمع داخلها تحت الترسبات يعني. الأمر جدا سهل يا بنات، شوفوا حطيت هنا مية، وحطيت بيكربونات الصوديوم، وحطيت ملح الليمون. أجيب كذا، أجيب تيشو خلاص وامسح، اضمن لك انه كل شيء يطلع. اسهل طريقه، تحطين مي وتحطين ملح الليمون
وشوي بيكربونات الصوديوم خلاص، وتشغلين الغلاية أو آلة جهاز سلق البيض وخلاص، تتركينها كذا لحد ذات ما تطفي. أول ما تطفي على طول مباشرة تطفينها وتبدين تنظفينها عشان ما يلزق، وأضمن لك إنها ترجع جديدة. الحين أوريكم عشان ننظفها بس. طبعا أنا اليوم انفكست بيضة داخل، هي أصلا البيضة كانت مكسورة وأنا حطيتها هنا على أساس استخدمها ونسيت، فاليوم بالغلط حطيتها داخل السلاقي حقة البيض فانفكست داخل، عشان كذا تحسون في لون بني. لكن الترسبات أو أي حاجة تصير داخلها زي كذا ينكسر شيء، تابعوا طريقتي. عندك جهاز حق الأطفال حق ال حق تنظيف ال تنظيف ال الرضاعات حقات الطفل، أنا كنت كذا مع سارة، حط شوية ملح ليمون وشوية بيكربونات الصوديوم داخل الجهاز، وحط مية وشغل الجهاز. شوفوا ما شاء الله، هذا حق الاستخدام عادي، بس ما شاء الله شايفين ولا في ملح ولا في أي شيء، يرجع الجهاز جديد، الأمر جدا سهل. شوفوا كمان هنا هذا الخبز اللي زاد من الفطور، الفتافيت اللي زادت أو القطع الكبيرة خلاص اللي ما حد عاد يرجع ياكلها، أقطعها كذا وخليها تي بس على الطاولة، وبعدين أحطها بكيس الخبز زي ما علمتكم أول مرة. أهم شيء لا ترمين فتافيت الخبز هذه أبدا بالزبالة. الحين أبغى أبخر البيت خلاص، بعد ما فطرنا وقضينا الحمد لله وزوجي طلع للصلاة صلاة الجمعة، قلت أبخر البيت. جبت المبخرة حقتي حطيت بها شوية قصدير، قصديرة كذا علشان ما تنحرق، سمكوا طبخت القصدير علشان ما تحرق المبخرة إذا بتولعون بهذه الكهربائية. هنا حطيت البخور على الفحم خلاص، أطلعها للصالة كذا وبس. هذا كان غدانا، قلت لكم أنا يوم الجمعة نادر ما أطبخ غداء أو عشاء، زوجي صراحة يجيب علشان اليوم راح لي وله، فجاب إنه اليوم الله يجزاه خير من كنتاكي. الحين رحت أنا لحالي بدون سارونا كذا، أبغى أمر على ماما شوي أشوفها وأقعد معاها، وبعدين أرجع قبل حضانة سارة. سارة ما خذيتها معي، خليتها عند أبوها ورحت بس أنا لحالي، سلمت على أمي كذا ورجعت. ولا يستحب بل ولا يجوز، لأن من سجد سجود السهو لمجرد أن فكر في صلاته قطرت صلاته، لا يجوز، لأن سجود السهو فعل من أفعال الصلاة لا يجوز فيه إلا لمجرد. ما شاء الله تبارك الرحمن، حبيت أسجلكم كذا هنا بصوتي بدون مونتاج، أكيد حفظتوني. أنا من الناس اللي أعشق الجبال وأحب الجبال وأحب منظر الجبال، اللي متابعيني كذا من قرب يعرفون اني انا من الناس اللي احب الجبال. سبحان الله، بس طالعين للجبل كذا، الجبل فيه قصة صبر كبيرة، في ثبات، في شموخ بالجبل، في جمال، فاحب انظر للجبل كذا. شوفوا كم سنة هو ثابت بنفس المكان، كم سنة وهو صابر، قصص يعني كذا منسوجة عن الجبل حلوة. فأنا من الناس اللي أحب الجبال، فيني كذا ولاء لها، فأحب أطالع فيها، أحب منظرها. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، هنا جمال ديرتي. البعض يقول يا عم سارة أنت وين ساكنة؟ في أي مكان؟ أنا يا بنات أجي من طرف الديرة، ما أجي من الوسط، أحب أمشي كذا مع الطريق هذا. سبحان الله لما تناظرين للبر، تناظرين للجبال، تناظرين لكذا، يزيد عندك التفكر بمخلوقات الله سبحانه وتعالى، يزيد عندك التفكر بالكون. فرق لما تخلين مع الطريق اللي يكون مزدحم وفي ناس وما أدري إيش، فلما أجي مع الطريق هذا المنعزل كثير أقعد كذا أتفكر بالكون، أتفكر بمخلوقات الله، أطالع الطبيعة، أطالع الأشياء الحلوة. فأنا من الناس اللي أحب أجي مع الطريق المعزول، يعني ولا أنا ماني عايشة أصلاً بالبر. أحب مناظر البيوت القديمة، المنازل القديمة العتيقة، سبحان الله كل حاجة قديمة أصيلة، كل شيء قديم أصيل.
تحسون في أصالة، تحسون في راحة نفسية، حتى لو شفت البيت قديم، حتى لو شفت العمار قديم، والله العظيم فيها انبعاث وراحة نفسية أكثر من التطور والأشياء اللي قاعدين نشوفها. شوفوا حلاوة الأجواء، حلاوة مخلوقات الله سبحانه وتعالى، عندنا نعم بسيطة نقدر نتمتع فيها. والله أن هذه المناظر ترد الروح، بس أطالع فيها كذا أحس أن صدري انشرح من داخل. دائما تأملوا في مخلوقات الله، تأملوا في الأشياء القديمة، سبحان الله تحسون نفسكم من داخل كذا ارتاحت. رجعت كذا للبيت، أبغى ألبس هارونة علشان الحضانة، لبستها وقاعدة الحين أمشط شعرها، سويت لها تسريحة كذا خفيفة. يعني أنا من سارة من النوع اللي أحرص صراحة على شعرها، وأحرص على العناية بشعرها وكذا، بس ترى دائما ترجع للجينات، الجينات الوراثية لها دور. ما بقول لكم والله الزيت الفلاني والشيء الفلاني أنا أستخدمه، لا، دائما الجينات الوراثية تلعب دور، وأكيد مع الاهتمام. يعني خلاص رفعت لها شعرها كذا، سويت لها تسريحة خفيفة وحلوة وسريعة مع فستانها هذا، طبعا الفساتين هي تختارها وأنا أنسق عليهم. يعني خلاص كذا الحين بعطرها، حطيت لها دهن عود توت، عطرتها فوق معطر ورد، طلعت الريحة ما شاء الله حلوة. وخلاص كذا الحين بتروح صارونا للحضانة، أنا راح أوديها صراحة قليل توافق تروح مع أبوها. وهذه كانت وجبتها لليوم، حطيت لها توست وتفاح، وهنا هذا كان لبسها، بسم الله عليها ما شاء الله تبارك الرحمن. وخلاص كذا هي راحت الحين حضانتها، وأنا كذا رجعت للبيت. أول ما رجعت قلت أبغى زين قهوة، أتقهوى أنا أبو سارة، حطيت القهوة على النار، صليت الحمد لله، شلت الأغراض اللي لبست فيها بنتي وحطيت القهوة كذا. بما أن القهوة على النار حابة أتكلم على شغلتين بخصوص المنتدى. تمام، أنا بالمنتدى أنزل وجبات السارونة، أنزل صور الملابس سارونة وهي لابستها بس أغطي على وجهها. تجيني تعليقات يا أم سارة لا تصورين سارة، يا أم سارة لا تصورين وجباتها، ما لها داعي، ما أدري إيش. الله يجزاكم خير على حرصكم ونصحكم علشان بنتي، بس الله يعافيكم، اتركوا الناس بحالها، ما تدرون نفسيات الناس وشلون. يجيني تعليقات كثيرة ما لها داعي ما لها داعي، أدري أنكم حريصين على بنتي، بس أنا ماني أول أم أصور اللانش بوكس حق سارة أو صندوق طعامها، وأنا سارة أصلا أغطي على وجهها، فماني عارفة. يعني خلاص اتركوا الناس في حالها تصور اللي تبغاه، أنا أمها، أنا أبخص بمصلحتها، ما في إنسان أبخص بمصلحة عياله كثر الأم. فأنا لما شارك مع الأمهات اللانش بوكس حق سارة، والله العظيم اللي تبغى تحسدني ما يحسدتني علشان اللانش بوكس، اللي تبغى تحسدني تحسدني بدون سبب، اللي ما يحبتني حسدتني أصلا بدون ما أصور ولا ما أعرض ولا، خلاص هي قلبها مو نظيف من داخل، فتبغى تحط عينها على بنتي. ما هم دعوا عليها بالموت ودعوا عليها ان الله يكسر جناحي بموت بنتي واشياء كثيره. يعني صورت اكلها ما صورت اكلها، هم اصلا ما محبيني لا انا ولا بنتي. فخلوا الناس بحالها تصور، والله العظيم اني اوقات اسوي الروتينات لكم، والله عالم اللي بالنفسيات من داخل وشلون. انتم عارفين الازمه النفسيه اللي مريت بها اخر شيء، وانا بصعوبه قاعده اطلع منها. يا اكتبي كلمة طيبة تجبرين فيها خاطر الإنسان اللي قدامك، أو لا تكتبين شيء، تابعي بصمت وأكون لك من الشاكرين. أنتي مو أحرص مني على بنتي، أنا عارفة البعض حريص مني على حريص على بنتي، حريص على إنه يا أم سارة لا تصورين أكلها، في ناس حسودة، في ناس ملاقية تاكل أشياء كثيرة. أنا علي من نفسي، أنا أغطي وجه بنتي، ما أحب أطلع وجهها. وكمان اللانش بوكس في أمهات يستفيدون من الوجبات اللي أنزلها، فما يصلح انه انا بكل فيديو اطلع ابرر، بكل فيديو اطلع اتكلم، بكل فيديو اطلع اقول هذا غلط وهذا صح وهذا خلاص لا عاد تقولوا لي كذا. ما يصير، اتركوا كل ام في حالها، خلوا كل ام في حالها، الله عالم بنفسيتي من داخل وشلون. الله الوحيد اللي يعلم اني ما ابغى اتكلم، بس وانا ما احب اتاجر بالموت يعني، بس الله اللي عالم نفسيتي من جوا وشلون. خلاص النفوس ترى مهي مستحملة كلمة زيادة. وكبيت القهوة على النار، شكرا نسيتها على النار. الحين جيت كذا أبغى أحط الهيل، وكمان حطيت على القهوة شوية زعفران علشان تعطيها نكهة، وصبيت القهوة. شوف كيف لونها ما شاء الله،
حطيت عليها الخلطة وزبطتها وزينتها، والحين أبغى أخذ من البسبوسة اللي سويتها، حيل لذيذة. شوفوا يا بنات، بستريالات أنا خذيتها من ثلاجة النخبة. البعض يقول لا تشترون أكل زي كذا وما أدري إيش، الله سبحانه وتعالى قال بالقرآن الكريم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقة لنفتنهم فيه. الله سبحانه وتعالى أوقات يعطينا نعم وحنا نتبطل على هذه النعم ونعايب عليها، وأوقات تكون فتنة علينا، فلا تكسبين ذنب علشان نعمة، كل هذه نعم الله والحمد لله على النعم. شوفوا المجاعات، في ناس يأكلون من القمامة، الله يكرمكم، ناس من القمامة تأكل، وحنا أوقات لما أعرض حاجة بسيطة أنا شريتها رخيصة من محل ولا من شيء، حنا ما ناكل الأشياء الزينة، حنا هذه الأشياء ما ناكلها، برغم هذا إنتاج مصري، بس سبحان الله ناس تعودت على عدم الشكر للنعم. الحين وديت القهوة لأبو سارة كذا ورحت أنا للصالة، كان يتابع مباراة النصر، قلت مع السلامة أنا بطلع للصالة أتفرج شوي على التلفزيون وأتقهوة يعني. حطيت قهوتي كذا وقعدت مع الحلا. شوفوا لما تكون بنتي مسجلة بالحضانة كيف من غير شر، هي تلعب وتتونس، أدري أنها مع أطفال تلعب تستانس، تصير عندها ثقة في نفسها، مو كل شيء تعتمد على أمها على أبوها، لا لازم هي تندمج مع أطفال زيها، وأنا سارة وحيدتي ما عندي غيرها، أنا كمان أرتاح من غير شر وهي كمان تلعب وتتونس، فأنتم كمان لكم حق في هذا الموضوع. الحين طلعت كذا، أنا أبغى أجيبها لأني بمر أنا وياها مكتبة جرير، وقال أبو سارة أنه روحي وأنا أبغى أجيب عشاء، قلت خلاص. هو طلع يجيب العشاء ورحت أنا أجيب سارة من الحضانة، ومرينا كذا على مكتبة جرير. تبغين لعبة؟ يلا تعالي، بس ماما لعبة حلوة ها؟ اوكي؟ لعبة واحد، بس واحد. تبغين بازل؟ لونة؟ تبغين بازل؟ حطيها هنا. هذه هنا قصص للناشئة. شوفوا العلماء كلهم، ماري كوري، تشارلز ديكنز، كريستوفر كولومبوس، والد ديزني، الأخوان رايت، ويليام شكسبير، غاندي، غاليلو، ألبرت أينشتاين، هنري فورد، بيل جيتس. هنا نقسمينها للناشئة اللي هم يعني بعمر 9-10 سنين وهكذا. استني، هذا إيش؟ هذا طماع، هذا فلفل، هذا ششكوة، هذا مية. استني 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 أنا بوريك. استني بطيخ، بطيخ، وهذا استني استني، وهذا شاح، كورن فليكس. طيب وهذا وهذا برتقال، وهذا هذا هذا شوكولاتة، وهذا اندومي. وشو هذا؟ اندومي. هذا ما يتنحب. طيب خلنا نشوف، هذا مزة عنب، وهذا هذا كيس، هذا كمان، وهذا أناناس. أناناس. شوفوا هذا 365 حكاية ما قبل النوم، سارة أنت واحد زيه. شوفوا الألوان، هذه الكتب لا تجيبونها لعيالكم تحت سن 7 سنين لأنهم يحبون الألوان صراحة، فهذا خطأ تجيبونه بأقل من عمر 7 سنين. هذا حق سارونا اللي عنده، شوفوه، هذا هو دائما تسألوني عنه، كل ليلة حكاية مع وايتي. شوفوا الرسوم كيف، الرسوم مرة حلوة. شوفوا هذه كتب باللمس، شوفوا زي كذا، هذا أزرق، شوفوا
هذا جنس، هذا جلد، هذا فرو، شوفوا هذا ما ادري ايش. المهم كل كتاب شكل، كانوا انتصرونه بس خلاص عطيتهم الناس يحتاجونهم اكثر مني. كان سعر الكتاب 18 ريال. لعبة بيكابو، ايش بيكابو؟ حظ السمك، قلم رصاص، ما الذي نعرف به الوقت؟ اها تدورون على الشيء المفقود، حلو. شوفوا هنا كعكة ابي، رسومها حلوة، شوفوا الرسوم مرة حلوة. سعر الكتاب الواحد 29 ريال. هنا تصبحون على خير يا صغار، البيضة رسوم حلوة صراحة. هذه مجموعة شوفوا اللي أقولكم عليها الحلوة، هذه ليدي بيرد، هذه هي تشوفونها مجموعة ليدي بيرد. أتوقع الكتاب 15، أتوقع 13. هذه أجمل مجموعة تجيبونها لعيالكم من عمر 7 سنين، أحلى مجموعة، مجموعة الليدي بيرد. في مجموعة ودي أوريكم إياها هنا، بسأل عنها وأشوف إذا في بوريكم إياها، اسمها المكتبة الخضراء، بشوف هي فيه ولا لا. باخذ لي أنا كتاب، أحب الكتب المترجمة. هذه الرواية مرة حلوة مرة حلوة، قريتها كلها طبعا. شوف كبرها، ذهب مع الريح، مارغريت ميتشل، مرة حلوة. سارة اختارت هذه اللعبة، ايش هذه اللعبة؟ انا ما ادري. هنفتحها نشوف، وهذا عشانه شاورما. اعطيكي ماما تلعبين؟ اشبعتي لعبي ماما. كذا طلعت انا ابو سارة، بوريكم حاجة الحين، شوفوا ايش معاي. معاي اكواب من البيت، انا من الناس اللي ما احب اتكلم بالاشياء الخير اللي اسويها، بس لعل الذكرى تنفع المؤمنين. يعني هنا يا بنات تاخذون جراكن عصير من البقالة وانت تسوين عندك بالبيت اللي انت حابة، هنا ناخذ عصير من هنا. انا من تزوجت زوجي وانا على هذا الطبع، متخيلين؟ انا من تزوجت زوجي وانا على هذا الطبع. ناخذ عصير من البقالة وناخذ اكياس ورق، كل يوم جمعة نطلع نوزع على العمالة اللي بالشارع، على اللي يبيعون بسوق الخضرة، نصب عصير ونوزع عليهم، فيها اجر عظيم. طبعا اعمال الخير يفترض انكم ما تتكلمون فيها، ولكن لعل انه بالذكرى هذه ناس تنتفع يعني، فحبيت انه انقل لكم الفكره هذه. نطلع بالشوارع كذا ندور عليهم، انا اصب العصير وابو ساره يعطيهم من الشباك. والله العظيم انت على اجر عظيم باذن الله تعالى، ما تتخيلين وش كثر الاجر اللي يلحقك في الصدقه اللي انت تطلعينها، صدقه عظيمه لكن اجرها باذن الله تعالى عظيم. فيك تسوين العصير بالبيت، ما تشترينه جاهز، تعبينه بعلب وانتوا توزعونه يعني بالكاسات. أعمال الخير كثيرة وسهلة، وبإذن الله تعالى الله يتقبل. الحين طلعنا كذا بعد ما وزعنا العصير، طلعنا للشوارع كذا نتمشى بالسيارة. هذا الشارع مرة حلو اسمه الإقليمي، تشوفون اللي يبيعون، اللي يسوون شاي، اللي يبيعون بالفود تراك، يعني تشوفون هذول البسطاء اللي بالشارع، مناظر كذا تفتح النفس. خذينا هنا بليلة، هذا حقتي وهذه حقت ابو ساره. هنا سارونا خذينا لها ذره. الجو برا بالحديقه يا بنات مره برد، حيل برد، مصقع والله. اي والله مصقع، فاحنا قعدنا كذا ناكل بالسياره بس لما يبرد شوي ونمشي. حكايات ما قبل النوم، الكوكو، حكايه الكوكو. ابشري شوف، تبغين واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ حصل الجرو الأرقط على ملابس مستكشف جديدة، هذا الكلب الصغير لقى ملابس جديدة يبغى
يروح بها، شرى ملابس جديدة. إيش يعني ملابس مستكشف؟ يعني شرى ملابس جديدة تخليه يدور على أشياء، يفتش على أشياء، يفتش على ألعاب، يفتش على غابات، يفتش على بحور، يفتش على أشياء جديدة. قال لوالدته وهو يخرج من الباب: سأخرج في مغامرة يا أمي. قال الأم: وأنا بروح بمغامرة. وش المغامرة؟ المغامرة يعني حاجة ما يدري وش يصير بها، يمكن يموت، يمكن ما يموت، يمكن يرجع لأمه، يمكن ما يرجع، ما يدري. قالت له والدته: لا توسخ ملابسك وعد قبل حلول الظلام. قالت الأم: ها يا بوبي، لا توسخ ثيابك وارجع قبل ما تغيب الشمس. بس مع الأسف بوبي لم يكن يستمع إليها، كان يشق طريقه بالفعل. بوبي ما سمع كلام أمه وطلع من البيت، وأمه تنادي عليه ولا سمع أمه وش قالت. خلاص نامت بنتي من غير شرط، ودخلت أنا المطبخ أبى أسوي لي كاسة بابونج أشربها تروق الأعصاب وتهديها كذا بآخر الليل. وكمان حابة أوريكم الكتاب اللي أنا خذيته وأتكلم لكم عليه شوي، تعالوا خلونا نشوفه مع بعض. الحين جيت أوريكم الكتاب اللي أنا خذيته من مكتبة جرير. الكتاب اسم الكاتب ليمون سنيكت، أنا هذا أول مرة أقرأ له الصراحة. الكتاب اسمه سلسلة أحداث مؤسفة، تتكلم عن 3 تلاميذ يعيشون في مدرسة داخلية يتعرضون إلى أنواع قاسية من التعذيب والإهانات والشتم ويعيشون مأساة داخل المدرسة الداخلية. حسيت أنها فيها نوعا ما قصة مشابهة لسالي، فأبغى أشوف إيش الرواية أو القصة حلوة ولا لا. طبعا القصة قصيرة تمام، سعرها يا بنات بس 20 ريال، وزي ما شفتوني أنا خذيتها من جرير. أبغى أقراها، دورت على كتب، دورت على كتب بالمكتبة إلى على الكتاب اللبنانيين، بصراحة ما لقيت، قال لي ما في. دورت على حسن داوود، دورت على مين كمان، ربيار على ما أتوقع، ما يحضر الاسم الثاني اللي كتب رواية ماذا فعلت بقلبي. مع الأسف ما لقيت الكتاب القديمين هذولا، ما هم موجودين. فحاب أشوف موقع جملون ولا بوكتشينو أدور من خلالهم يعني أجيبهم، حتى لو كتب مستخدمة عادي. الحين بقرأ شوي، سويت لي هنا كوب بابونج، وهذا الكريم حقي أبغى أتهن على إيدي ورجولي، وبعدين أقرأ كذا بسلام. حبيت فكرة الكتاب، هذه البنت الشريرة اللي تبدأ تسوي لهم المكايد. قريت 10 صفحات حيل استمتعت. الكتاب حلو صراحة من البداية، والكاتب متمكن. يا بنات لا تدمرون نفسياتكم، مارسوا الأشياء اللي تحبونها، مو معنى أنه أنت تزوجتي أنه يحكم عليك بالإعدام، لا. اللي تحب ترسم ارسمي، اللي تحب تكتب اكتبي، اللي تحب تقرأ اقرأي، اللي تحب أي حاجة أنت تحبينها مارسيها. خلاص إن كبرت إن صغرت هذه هو أنت وهذه هي ظروفك، فحبي حياتك ومارسي الأشياء اللي تحبينها. ماما الحين ما شاء الله داخلة على 60، ماما إلى اليوم تقرأ، تحب القراءة إلى اليوم، فأنت كمان احرصي على الأشياء اللي أنت تحبينها. كذا أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، أتمنى من كل قلبي تكونون استمتعتوا واستفدتوا. إذا حبيت الفيديو لا تنسين تدعميني بلايك، أما إذا حبيتي قناتي لا تنسين تشتركين عندي بالقناة. واليوم بإذن الله تعالى بنزلكم حكاية على حسابي الثاني، مو حكاية واحدة، بنزلكم حكايتين إن شاء الله اليوم، تعويضا عن الأيام اللي أنا ما نزلت فيها. أتمنى لكم وقت ممتع، وكمان أتمنى لكم وقت طيب، وأتمنى كمان إنه ما حد ياخذ بخاطره من كلامي يعني، بس الله سبحانه وتعالى اللي عالم بالنفس من داخل، عالم إيش كثر الإنسان من جوا يكون تعبان نفسيا، ويجوا ناس أوقات ما يحسون. كذا أنا أقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، مع السلامة. الحين تعالوا خلونا نتعرف على قناة لولا فلوكس. لولا بنوتة ما شاء الله تبارك الرحمن كلها نشاط، قناتها نوعا ما تعتبر عليها إقبال، 6098 مشترك، أكيد في بعد 100 أو 200 بس ما توضح بالشاشة. نجي الحين لبعض الفيديوهات اللي عندها، فلوج زيارتها للمدينة،
جولاتها في H&M هوم سنتر، مشترياتها من شيئين، مشترياتها من إيهيرب، عنايتها الليلية، فلوق اليوم الوطني، فلوق أسبوعي، فلوق روتين يومي، استعدادات الجامعة، المهم أشياء كثيرة البنوتات الجامعة اللي يحبون هذه النوعية من الفيديوهات. متأكدة أنكم راح تستمتعون معها بالقناة، ما شاء الله أنا شيكت على قناتها، قناتها حيل ممتعة والتصوير حلو والتصوير واضح. الله يوفقك إن شاء الله، قناتك من أروع القنوات، أتمنى لك يا رب التوفيق. بس عندي ملاحظة صغيرة للقنوات اللي يحطون موسيقى، أتمنى أنكم تعيدون النظر في هذا الموضوع، هذا ذنب جاري أنت تحملينه على ظهرك. فهذه رسالة أنا أوجهها لكل البنات اللي يعنون عندي، أتمنى تديرون بالكم من هذه النقاط. يعني بالتوفيق إن شاء الله، راح أخلي لكم رابط قناتها تحت في أول كومنت مثبت، وكمان راح أخلي لكم إياه في صندوق الوصف، وبرضو بتكلم على القناة حقتها بالإنستغرام. بالتوفيق.